يعقد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب مؤتمرا صحفيا عالميا غدا الأحد لإعلان موقفه رسميا من المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المقرر في 14 و15 من يناير العام المقبل. وقد خص الدكتور علاء أبو النصر عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية والقيادي بالجماعة الإسلامية قناة الكوت بتصريحات خاصة حول موقف التحالف سوف يتم بثها كاملة في برنامج العالم في أسبوع الذي تبثه قناة الكوت غدا الساعة 8:30. أبو النصر أكد في تصريحاته رفض التحالف لمشروع الدستور الجديد واعتبره باطلا على اعتبار أن قيم الجيش بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي باطلا، وبالتالي فإن كل ما ترتب على هذا الإجراء الباطل فهو باطل. بالنسبة للمقاطعة فمبني على بعض الأسس، منها أن هذا الدستور باطل لأنه أتى من لجنة باطلة، يعني من وجهة نظرنا لأنه عينت من قبل انقلاب باطل وسلطة مغتصبة وسلطة غير شرعية، فبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. فيعني المقاطعة تؤسس لهذا المبدأ وتؤكد على أننا لن نعترف أبدا بكل المؤسسات والهيئات التي أتت عبر هذا الانقلاب التي بدأ في 3 يوليو. كل ما أتى وبني على 3 يوليو وخطاب 3 يوليو نعتبره انقلابا، فبالتالي لا نعترف ولا نسلم بأي شيء أتى عبر هذا الانقلاب.